هو تنظيم يضم أزيد من 120 جمعية على صعيد المناطق الجبلية، يعنى بالقضايا الحيوية للمناطق الجبلية. علاقة بتداعيات جائحة كورونا على المناطق الجبلية، فساكنة المناطق الجبلية ومعظمها عبر عن استياء عميق حول طريقة تعويض الساكنة المتضررة والشرائح الاجتماعية المتضررة التي اعتمدت التكنولوجيا الحديثة، وللأسف نجدها غير متوفرة في المناطق الجبلية. هذه هي النقطة التي سنركز عليها، باعتبار بأن الدولة اعتمدت مجموعة من الإجراءات لدعم الأسر المعوزة. هذه الإجراءات هي عبارة عن برامج لدعم الساكنة التي انخرطت في رميد، وكذلك الساكنة أو المواطنين غير المصرح بهم، وكذلك المواطنين المصرح بهم. هذه البرامج اعتمدت منصة إلكترونية، وباعتبار المناطق الجبلية ما فيهاش شبكة الانترنت في معظمها، فمجموعة من المواطنين بالمناطق الجبلية ما عبؤوش هاد الاستمارات، ما عبؤوش هاد المطبوعات حتى يستفيدوا من الدعم الذي قررته الدولة. هذه هي النقطة الأولى. خلاصتها هو أن في المناطق الجبلية اعتماد واستعمال هذه التكنولوجيا الحديثة المواطنين لا يجيدون استعمالها، ومعظم المواطنين ما عمروش هذه المطبوعات. النقطة الأخيرة هو أن بالنسبة للدعم الذي تقدمه الجماعات الترابية، وطغى عليه الطبع السياسي، باعتبار بأن مجموعة من السياسيين اعتمدوا معايير غير يعني استفادت من خلالها ساكنة غير مستحقة، لأن تنقلبوا غير على الناس اللي تيصوتوا علينا. وشكرا. Thank you.